الراديو 90-90 هواها مصر. خد عندك الأهرامات واحدة من الشواهد اللي فضلت باقية من آلاف السنين علشان تشهد بعظمة الفراعنة، وتحير العالم كله في طريقة بناء الأهرامات وصمودها كل السنين دي رغم بداية الأدوات اللي كانت مستخدمة في بنائها، وبالرغم ان في كلام تاني اصلا ان كانت الأدوات متقدمة جدا وان في فجوة زمنية حصلت وانا نسأل لك الفراعنة مش هم اللي بنوا وحاجات كتير. انتوا قولوا لنا من الحاجات اللي قريتوها عن بناء الأهرامات، يعني في ناس قال لك مش الفراعنة، قوم عاد هم من قاموا بناء الأهرامات، في ناس قالوا ان الفراعنة كانوا قدروا يتغلبوا على الجاذبية الأرضية، في ناس قالوا انه كان في كائنات فضائية هي اللي بنت الأهرامات. خلينا تعالوا نشوف حقائق ممكن ما تكونش تعرفها عن الأهرامات. أهرامات الجيزة الثلاثة هي العجيبة الوحيدة اللي لسه موجودة على سطح الأرض من عجائب الدنيا السبعة القديمة، اللي هم أهرامات الجيزة، حدائق بابل المعلقة، في هيكل أرتمس وتمثال زيوس وضريح موسولس وتمثال رودس ومنارة الأسكندرية، وأتمنى أكون مغلطش بس في النقطة، وكلهم عدا الأهرامات الثلاثة اتدمروا بفعل الفيضانات والزلازل وتعرضهم للحرق، ممكن في مرة نتكلم عنهم تفصيلا في خد عندك. مصر فيها 118 هرم مختلف غير أهرامات الجيزة والأهرامات المعروفة، وأقدم هرم تم اكتشافه هو هرم زوسر اللي اتبنى في القرن 27 قبل الميلاد. هرم خوفو طوله حاليا 139 متر، وزمان كان طوله 146 متر ونص، واختلف هرم خوفو احتل هرم خوفو المركز الأول كأعلى بناء صنعه الإنسان يعني لمدة حوالي 3871 سنة، لحد ما تم بناء كاتدرائية لانكلين في إنجلترا سنة 1311، وكانت أعلى بناء صنعه الإنسان، أعلى كمان من هرم خوفو. وزن هرم خوفو تقريبا كده قالوا 6 مليون طن، وبيتكون من 3 مليون و200 ألف قطعة حجارة، وزن الحجر الواحد منها بيوصل ل 50 طن. الأهرامات زمان أول ما اتعملت كانت متغطية بطبقة ناعمة من الجير الأبيض، وقيل أيضا أنها طبقة من الذهب، وكانت بتعكس نور الشمس فبتبان كأنها معمولة من الذهب، يعني البعض قال انها كانت بتوحي انها معمولة من الذهب، والبعض قال انها كانت فعلا مغطاة بالذهب وبتلمع جدا، وكانت بيقال انها ممكن تتشاف من الفضاء رغم درجة الحرارة العالية في المنطقة اللي حوالين الأهرامات، الا ان الأهرامات من جوه حرارتها ثابتة عند 20 درجة مئوية فقط، وده سر من الأسرار. العمال اللي اشتغلوا في بناء وتشييد الأهرامات كانوا 100,000 عامل، وكانوا بيتقاضوا أجرهم، على عكس الكلام إن هما كانوا بيشتغلوا بالسخرة أو كانوا من المساجين، لا كانوا بيتقاضوا الأجر. الهرم الواحد استغرق بناؤه 20 سنة متواصلة، وده بيقول إن الفراعنة كانوا بيشتغلوا في بناء أكتر من هرم في وقت واحد، ولحد دلوقتي محدش قدر يعرف الطريقة اللي كان بيستخدمها القدماء المصريين في نقل الحجارة الضخمة المستخدمة في بناء الأهرامات من المحاجر لمواقع البناء، ولا إزاي رفعوا الأحجار التقيلة الارتفاع الشاهق ده، زي ما كنا بنقول من شوية ان في بعض الاقوال والروايات قالت احتمال يكونوا قدروا يتغلبوا على الجاذبية فكان نقل الحجر سهل. تعرف ان في اتنين حكام من حكام مصر حاولوا يهدموا الاهرامات علشان يستفيدوا من الحجارة لبناء القناطر الخيرية؟ ايوة هتعرف ده معايا بس بعد الاغنية. نرجع ونشوف. تعرف ان في اتنين حكام من حكام مصر حاولوا يهدموا الاهرامات علشان يستفيدوا من حجارة البناء، كانوا عايزين يبنوا بيها القناطر الخيرية. الكلام ده حصل ما بين سنة 1847 وسنة 1878. محمد علي باشا قرر يبني القناطر الخيرية علشان يسهل نقل المية للمحافظات والاستفادة منها في زراعة مساحات جديدة، وكان رصد ميزانية ضخمة للمشروع، ولما المبلغ المخصص للميزانية خلص طلب المهندس الإنجليزي المسؤول عن المشروع مبلغ إضافي علشان يشتري أحجار يكمل بيها المشروع. محمد علي رفض طلبه تماما وقال له مش هيدفع فلوس تاني، وقال له اهدم الأهرامات تستفيد بالحجارة يا عم في بناء القناطر الخيرية. كانت من وجهة نظره القناطر أهم من الأهرامات، لكن الخبير الإنجليزي رفض طبعا طلب محمد علي وقال له دي حاجة ليها قيمة تاريخية وأثر تاريخي كبير جدا ما ينفعش، وبرر رفضه وقتها لمحمد علي علشان يعني ينجو من التهلكة ان تكلفة نقل الأحجار من الأهرامات للقناطر الخيرية هتكون أعلى من تكلفة شراء أحجار جديدة. بعد وفاة محمد علي سنة 1848 اللي حصل ابنه من خلفه ابنه الخديوي عباس حلمي الأول كان مقتنع تماما بوجهة نظر والده في هدم الأهرامات. احنا بنتكلم في سنة تقريبا بعد التاريخ ده، وقال لا انا هنفذ اللي كان المفروض متفق عليه، وجاب هو بقى الخبير الفرنسي بدل الخبير الانجليزي، قال يغير يعني، وقالح عليه قال له اهدم الأهرامات لازم نستفيد من الحجارة، وقال نصا لا ادري ما الفائدة من وجود تلك الجبال من الصخور المرصوصة فوق بعضها البعض، اذهب واهدمها واستخدم الحجارة في اتمام عمل القناطر. المهندس الفرنسي هو الاخر رفض تماما
وقال لن أنتظر أن يطلق علي لقب هادم الأهرامات، وأقنع الخديوي عباس حلمي الأول بخطورة الموضوع لحد ما وافق على استكمال المشروع من ميزانية الدولة، وتم افتتاح القناطر الخيرية رسميا سنة 1878 بعد استكمال الخديوي سعيد لبنائها وبعد مرور 30 سنة على وفاة محمد علي. وكانت دي القصة فيما يخص فكرة هدم الأهرامات مننا فينا. قبلهم في القرن الـ12 السلطان الأيوبي الثاني العزيز حاول هو كمان هدم الأهرامات، إلا أن المهمة باءت بالفشل بسبب متانة البناء، واقتصرت محاولة الهدم على إحداث حفرة في هرم منقرع أو منكورع زي ما الناس بتقول. ده دي شوية معلومات كده سريعة قلناها في خد عندك.